أنا آسف عشان في تدين بقى ضد الإنسانية، لا تدين ضد الدين، عشان بقى في تدين قاسي يسحق الإنسان اللي جواك، كأنه بيكسر عظم الإنسانية اللي جواك، مع أن الإنسان زي ما في الحديث بنيان الله ملعون من هدمه. ليه بتهد في الإنسانية اللي قدامك؟ وفي تدين عنصري، اللي مش مسلم أنا بكرهه، وبعدين المسلم اللي مش متدين بكرهه، وبعدين المسلم المتدين اللي مش زي طريقة تفكيري بكرهه. إيه يا عم ده؟ إيه التدين ده؟ وبعدين بقى في تدين الغل والكراهية، طبعا ده عكس تدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبقى في تدين تاني، بقى في تدين اللي هو رافض التنوع، مع أن التنوع تنوع البشر يعني أنهم مختلفين، مع أن التنوع إرادة الله في الكون، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. إيه أنواع التدين دي؟ ليه بقى في تدين كده؟ عايزين التدين الحلو السهل البسيط الإنساني، تدين ما يطلعش نفسية المتطرف المتشدد، نفسية الصراع. عايزين التدين الحلو، عايزين تدين رسول الله، عايزين إيمان كله إنسانية. الأمثلة كتير بقى على عدم الإنسانية دي والطريقة في التعامل. أعرف واحد ابني كان في خطبة جمعة، خطيب الجمعة بيقول كل بكاء لغير الله باطل، أي بكاء لغير ربنا لا تبكي إلا لله. فعلي ابني رجع لي قال يا بابا يعني لو واحد من أصحابي حصل له حاجة أو حد قريبي مات ما عيطش؟ قلت له يا ابني لأ، ده النبي بكى لفراق أولاده وأصحابه وزوجاته، يعني في تدين قاسي. أعرف حد جه سألني أتبرع لمستشفى 57 357؟ قلت له طبعا. قال لي من صدقاتي في رمضان؟ قلت له طبعا. قال لي بس دي بتعالج الأطفال اللي عندهم سرطان ومنهم أطفال مسيحيين. إيه ده؟ إيه عدم الإنسانية دي؟ إيه إيه الرؤية دي؟ شاب ما بيبتسمش، يا ابني أنت ما بتبتسمش ليه؟ أصل الابتسامة غير واجبة شرعا، أصل أنا مهموم بأمور المسلمين، أصل صلاح الدين لم يبتسم، بس النبي ابتسم، ده كان بساما، ده عمره ما الصحابة شافوه إلا هو بيبتسم في وشهم. ليه كده؟ ليه التدين القاسي ده؟ ليه التدين العنصري ده؟ عنصري؟ اتفرج على المرأة بقى، التعامل مع المرأة منتهى العنصرية، هي ورا دايما، هي على طول وباستخدام آيات من القرآن وأحاديث، هي صفر، هي أنت فاهم غلط. المرأة غالية على الله سبحانه وتعالى، المرأة معمل الحياة. ليه ده؟ ليه بقى في تدين كده؟ ده مش تدين، بس ده بيطلع ناس قاسية وبيطلع ناس متشددة ومتطرفة وعنف. لا، احنا عايزين التدين بتاعنا. حلقة النهاردة املأ قلبك بحب الناس، مبدأ خد قرار تحب الناس، كل الناس. طب والولاء والبراء، فكرة الولاء والبراء ده في الحرب، في الحرب، لكن غير كده بنحب البني آدم، بنحب الإنسان. طب يعني القاعدة إيه؟ القاعدة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يقول الإمام النووي أخيه هنا أخيه الإنسان، كل الإنسان. يقول ابن رجب الحنبلي أخيه الإنسان، كل الإنسان. ليه قصرتوها أن أخيه المسلم؟ هو ما قالش كده، هو بيقول أخيه، كل أخيه. القاعدة لن تحب الله حتى تحب الناس، كل الناس. ليه؟ لأن تمام حبك لله إنك تحب صنعته، صح؟ صنعته هو الإنسان دون. تمام حب الصانع أن تحب صنعته. يا سلام، حب الإنسانية التي أودعها الله في الإنسان، مش دي خلقة ربنا؟ اشمعنى دلوقتي؟ اقبل التنوع اللي ربنا قبله في كونه. انتوا عارفين يا جماعة كلمة الناس جت في القرآن كم مرة؟ 340 مرة. كلمة الإنسان 63 مرة. كلمة البشر 37 مرة. صورة نزلت من أوائل الصور على النبي، صورة الإنسان. لا أقول لك حاجة لطيفة جدا، إيه أول صورة نزلت على النبي في غار حراء؟ اقرأ. طب اسمع كده، فيها 3 مرة الإنسان. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علمه الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان. إيه ده؟ ده أول حاجة نزلت. هذا الكتاب القرآن بدأ بالحمد لله رب العالمين الناس، واتختم قل أعوذ برب الناس. ها يا جماعة، عودة الإنسانية، استرداد الإنسانية، ده التجديد اللي احنا عايزين نعمله. التدين، في ناس متخصصة في العكنان على الناس باسم الدين. طب وانا هروح بعيد ليه؟ وليه أضرب لكم أمثلة بعيد؟ ما تيجوا نعيش مع صاحب الرسالة، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكمل الحلقة النهاردة إنسانية النبي. تعالوا نبدأ منين؟ من مكة، من أول البعثة. نزل من غار حراء بيقول زملوني زملوني. سيدة خديجة هتقول له إيه؟ كلا والله ما تخافش،
لن يخزيك الله أبدا. أنت خايف لن يخزيك الله أبدا. ليه يا سيدة خديجة؟ إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم اللي مش عارف يعيش، وتقف مع الناس في الشدائد وتعين على نوائب الظهر. أنت كلها صفات إنسانية. النبي بقى نبي عشان صفاته الإنسانية الحلوة. خلي بالكو دي الصفة الأساسية اللي كانت فيك يا رسول الله. طيب بدأ الدعوة، نزلت الآية بتقول وأنذر عشيرتك الأقربين. هتعمل إيه يا رسول الله؟ هيجمع عيلته يديهم درس دين؟ لا، يعمل لهم عزومة أكل. إيه ده؟ شوفوا الطريقة اللطيفة، عزومة أكل. وفي آخر العزومة قال لهم أنا رسول الله. أم قايم أبو لهب عمه واداله كلام قاسي. هتعمل إيه بقى يا رسول الله؟ هنغضب. أبدا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. عمي ما غلطش في عمي بس. طب قال لهم فهل يتبعوني منكم أحد؟ ولا واحد، ولا واحد منهم وافق إلا طفل صغير عنده 7 سنين قال أنا أتبعك، ومد إيده فضحكوا كلهم، عيل صغير. فأم قايم النبي إنسان مع الطفل وأم مسلم عليه. الطفل ده كان علي بن أبي طالب اللي هيبقى البطل العظيم. إنسان يا رسول الله في تعاملك مع الناس. يطلع الطائف، يتجمعوا عليه أهل الطائف بالحجارة، يضربوه بالحجارة رجليه كلها تبقى دم، ويجري وزيد بن حارثة يحاول يحاوط على النبي علشان الطوب ما يجيش في النبي، يجي في راس زيد. في وسط ده كله يدور على مكان يقعد فيه، يجيله ملك الجبال. كأن ملك الجبال زعلان. أرسلني الله إليك تأمرني بما شئت، إن شئت أطبق عليهم الجبلين اللي عملوا فيك كده. قال لا، عسى الله أن يخرج من أبنائهم من يعبد الله. إيه ده؟ إيه الإنسانية قدام العنف اللي عندنا ده؟ يجيله الطفيل بن عمرو ويقول له يا رسول الله قبيلة الدوس اللي هي قبيلته شتموك وأذوك ورفضوا دينك، ادعوا عليهم يا رسول الله. قال لا يا طفيل، أنا لم أبعث لعانا، أنا بعثت رحمة، إنما أنا رحمة مهداة. اللهم اهدي دوس وأتي بهم. ارجع يا طفيل، ارجع واصبر عليهم. رجع له بعد 10 سنين ومعاه القبيلة كلها. دوس أسلمت بإنسانية النبي. يطلع الهجرة، مين طلع معاك يا رسول الله؟ مين الدليل بتاعك في الهجرة؟ عبد الله بن أريقط. قريش عايزة تقبض على النبي، 100 ناقة اللي يمسك النبي حيا أو ميتا. عبد الله بن أريقط ده الدليل اللي حيوصله المدينة. كافر، أيوة مش مسلم. استأمنت على نفسك يا رسول الله؟ أصلي أثق فيه، أصلي بينا عشرة حلوة. يا رسول الله ده مش مسلم. ده في مسلمين دلوقتي ما يستأمنش غير المسلم على فلوسه، لا غير المتدين. إنسانية النبي. والله لو كان النبي اتعامل مع قريش زي ما احنا بنتعامل مع المسلمين دلوقتي ما كان حد منهم أسلم. الإنسانية شعار الإسلام، هذا دين الإنسانية. املأ قلبك بحب الناس. تعالوا نكمل بعض الفاصل. مكملين مع سيرة النبي، نبي الإنسان، عشان ما حدش يزايد علينا، احنا بنقول من النبي. راح النبي المدينة، تعالوا نشوف المدينة والإنسانية. هيدخل المدينة بأغنية، ياه هيدخل المدينة بطلع البدر علينا. وبعدين يبنوا له منبر. ليه منبر؟ عشان كل الناس في المسجد تبقى شايفاه. لقطة إنسانية. الناس فاكرة المنبر حاجة دينية، المنبر أصلا معمول عشان الناس تبقى شايفة النبي وهو بيخطب، عشان الستات ورا شايفين، عشان الأطفال، عشان مبدأ لطيف. طب وهتعالج أخطاء الناس إزاي يا رسول الله؟ بمنتهى الإنسانية. بلال يوم فتح مكة يطلع يأذن فوق ظهر الكعبة، فيجي شاب صوته حلو من قريش اللي أسلموا كده لسه أي كلام يعني في الأول، فيقف الشاب اسمه سلمة بن معمر ويتريق على صوت بلال ويضحك الناس عليه. فالنبي يعرف فيقول لهم هاتوه. فيقول سلمة فعرفت أني مقتول، حيقتلني. فقال النبي له بلغني أنك حسن الصوت. فقال فماذا تفعل؟ قال هل أعلمك الأذان؟ قال وتفعل؟ يقول سلمة فظل يعلمني الأذان ويبتسم في وجهي. فلما انتهى قال هل تحب أن تكون مؤذن أهل مكة؟ قلت نعم. يقول لولا رحمة رسول الله بي لكنت الآن من أهل النار. ده انت رأيت على الإسلام الإنسانية. يعالج الأخطاء بمنتهى الرحمة. واحد شرب خمر يتأدب؟ يتعاقب؟ لكن لا تلعنوه، إنه يحب الله ورسوله. نبي الإنسانية. كان ضحاكا في بيته، كان بساما في بيته. يعني ضحاكا، يضحك ويضحك أهل البيت، يصلي بالناس في المسجد النبوي وهو شايل حفيدته رفيدة، لما يركع يوم حاططها على الأرض، لما يسجد ياخدها بين دراعاته، لما يطلع يشيلها تاني، لما ماتت حفيدته
بكى. قالوا له أتبكي يا رسول الله؟ قال نعم، هذه رحمة، أنا عندي رحمة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم النبي الإنسان